فضيلة الشيخ، هذا سائل سائلة من الرياض تقول بأنها مصابة بالوسواس القهري، وهذا الوسواس يعطلها عن بعض العبادات وهي صابرة ومحتسبة. تقول ما الحكم الإنسان المصاب بهذا مأجوري من حيث العبادات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فالوسواس مرض نفسي، وقد يكون من الشيطان العدو المبين يوسوس للإنسان ليضايقه، فهو إما أنه مرض عصبي نفسي هذا يراجع فيه الطبيب له علاج بإذن الله، وإما أن يكون ناشئا من الوسوسة من الشيطان، وهذا أيضا له علاج بالذكر والاستعاذة بالله من الشيطان والإكثار من ذكر الله من تلاوة القرآن الكريم والورد في الصباح والمساء وعند النوم، وأيضا عدم الالتفات إليه وعدم التأثر به، بل يرفضه الإنسان رفضا تاما ولا يضر بإذن الله. نعم.